القاضي لما بيكون نزيه اللي في ايده الميزان ده. شوفوا كان في زمن المهدي واحد اسمه قامع كان قاضيا نزيها ومحكوم له بالنزاهة. فدخل يوما على المهدي الخليفة العباسي قال له يا أمير المؤمنين أقلني من القضاء، أقلني مش عايز القضاء. قال له ولمن العدل بعدك؟ قال له يا أمير المؤمنين لم أعد أضمن نفسي في القضاء، فكما وثقت فيا فوليتني قاضيا فثق فيا أيضا لما أطلب منك المعدل، وإما أن أكون كذاب ولا صادق، فإن كنت كذاب ما تبقيش على قاضي كذاب، وإن كنت صادق فأبقى الكلام. قال له طب بس قول لي إيه السبب؟ قال يا أمير المؤمنين خصمان عرضا علي، وكل مرة يأتي واحد من بالحجة فلا أحكم فأأجله، وفي يوم دخل علي خادمي وإذا بيده طبق من رطب وقد شهر عني أني أحب الرطب، فلما جاء لي به قلت أتستطيع أن تصف لي من جاء لك بهذا الطبق؟ قال صفته كيت وكيت، عرف أنه هو اللي له قضية عنده، فأخذ الطبق وقال له رده، فرد الطبق قال يا أمير المؤمنين فرددت الطبق. ثم جاء في اليوم التالي الاثنين قدامي فوالله يا أمير المؤمنين ما استويا في نظري مع أني رددت الطبق، إنما عرفت إن ده بيحبني وجايب لي طبق ومش عارف إيه، ما استووش في نظر الاثنين، فأنا ما كنتش أقدر على نفسي. أدي القضاء اللي بيعمل بيحتم المشاكل، مش بيحتم قضية اثنين، بيحتم قضايا مجتمعها.